القوات المشتركة تدك مواقع ميليشيا الحوثي ردا على استهداف منازل ومزارع المواطنين. مسرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات في جبهات الكسارة والمشجح والخنجر. نتائج غير معلنة لزيارة المبعوث الأممي ومطالبات بالضغط لإنجاز ملف المختطفين كاملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، وإلى نشرة لهذا اليوم. تعاملت القوات المشتركة بنجاح مع تحركات للميليشيات وأخمدت مصادر نيرانها في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة جنوبي الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة تعاملت مع تحركات وتعزيزات حوثية صوب الجبلية عبر خط زبيد، وأضاف أن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران للميليشيا استهدفت قرى ومزارع المواطنين في المنطقة ذاتها. تعاود ميليشيا الحوثي انتهاكاتها وتسعى لتحقيق تقدم في محافظة الحديدة وتهاجم المناطق السكنية وتقلق السكنة العامة، لكن القوات المشتركة تفشل مخططاتها وترصد جميع تحركاتها وتكبدها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها. كلما كسرت محاولات ميليشيا الحوثي في تحقيق اختراق في جبهات الساحل الغربي تعاود الكرة مرة أخرى، وما إن تعاود خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية وتسعى لمهاجمة المناطق السكنية ومواقع القوات المشتركة التي تكون لها بالمرصاد، ولا تحصد الميليشيا سوى المزيد من القتلى والجرحى في صفوفها. وعن جديد ما يجري في جبهات الساحل الغربي من انتهاكات حوثية، فقد ردت القوات المشتركة بضربات مركزة على مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة. وأكدت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن الميليشيا فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في قرى الدريهمي بصورة عشوائية، لكن الوحدات المرابطة في الخطوط الأمامية حددت مصادر النيران وردت عليها بضربات مركزة تمكنت من إسكاتها. جبهة حيسية الأخرى شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات انتهت بخسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين وتعرض ممتلكاتهم للقصف والتدمير. انتصارات القوات المشتركة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى مثلث البرح، وتظهر هذه المشاهد لحظة توجيه مدفعية اللواء 22 مشاة ضرباتها المركزة على مواقع وتحصينات للميليشيا بعد أن تم رصدها بدقة وحققت إصابات مباشرة أسفرت عن دك المواقع الحوثية وتدمير طقم ومصرع من كانوا على متنه. الهزائم التي تتلقاها ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي تثبت أن جميع تحركاتها باتت مرصودة وتنتهي بالفشل والخسران، الأمر الذي أفقدها عنصر المباغتة وجعلها لقمة سائغة لرجال القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في جميع مناطق الساحل الغربي والسهل التهامي. وفي مأرب لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم جراء استهداف القوات الحكومية لهم في الأطراف الغربية للمحافظة. واستهدفت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل مجموعة من العناصر الحوثية أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في جبهة الكسارة، مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار. إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات تابعة لها. كما شنت مدفعية القوات الحكومية قصفا مركزا على تجمعات الميليشيا الحوثي في جبهة المشجح وكبدتها خسائر في العدد والعدة. وفي الجوف كسرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية هجوما حوثيا في جبهة المخنجر شرق مدينة الحزم، وأوقعت قرابة 20 عنصرا حوثيا وتدمير 7 أطقم وعربتين، فيما تطفو خلافات حادة بين القبائل ومشرفين حوثيين داخل محافظة الجوف، ما ينذر باقتراب إنهاء تواجد الميليشيا في المحافظة. شهدت محافظة الجوف تحولا جذريا في سير الأحداث العسكرية منذ الأيام الأولى في جبهات القتال، بدءا من جبهة الخنجر والدحيضة، إذ أدت مواجهات شرسة مع عناصر حوثية حاولت تنفيذ هجمات مختلفة على مواقع القوات الحكومية منذ يومين، إلا أنها حصدت العشرة من عناصرها كما هو الحال في جبهة مأرب.
معركة الجوفة انتهت بمصرع 20 عنصرا حوثيا وجرح آخرين بعد ساعات من المواجهات العنيفة. تمكن أبطال القوات الحكومية مسنودين بالمقاومة الشعبية من كسر هجمات الميليشيات. في السياق ذاته، دكت المدفعية والضربات الجوية عربتين وسبع أطقم كانت تحمل تعزيزات للجماعة متجهة لمواقع المعارك. ونقول لهم إن احنا قادمين إلى صنعاء وما بعد بعد صنعاء، وإلى كل أرض كل محافظة محتلة في أرض اليمن، إن احنا سنصف فيها من ميليشيات الحوثية. ونقول لهم لن تدوم فرحتكم ولن يطول غيابنا، فإن احنا قادمون إلى كل محافظات اليمن. أما في جبهة الدحيضة، وهي الجبهة التي عادة ما تركز عليها جماعة الحوثي لفك وإبعاد خطر الاقتراب من معسكر اللبنات، هي الأخرى تشهد مواجهات ضارية أثناء تسللات الميليشيات التي سرعان ما تنتهي بخسران وتراجع دون تحقيق تقدم ميداني. قول ارفعوا يا النشام، راية الله أكبر، نصر ولا شهادة، عز ولا عزاها، لقل ديني وعرضي بشرب الحل والمر، وبالبنادق على أرضي بحرق اللي غزاها، القتاري مجهز والشياكي معمر، والجيوش مستعدة، ويل منه لقاها، ازحفوا يا النشام في سماها مع البر الصواريخ دك ذي بعد مداها، جيشنا جيش شرعي ضد باطل ومنكر. منكر. كم يا روافض تحترق من لظاها؟ بالروح بالدم تهدي يا يمن، بالروح بالدم تهدي يا يمن. لم تعد الميليشيات الحوثية في الجوفة تتكي لسواعد القبائل التي كانت قد ضمنت مساعدتها وسهلت لها الدخول إلى الجوفة، فالصراعات لا تتوقف بين المشرفين الحوثيين ومشايخ القبائل. فمؤخرا شهدت قبائل ذو حسين والمشرفين الحوثيين مواجهات مسلحة أدت إلى مقتل 3 من قبائل ذو حسين وعدد من عناصر الميليشيات، وهو ما أقدمت عليه الميليشيات التي حاصرت القبيلة من عدة أماكن خشية توافد قبائل أخرى لمساندتهم. فيما تفيد الأنباء الواردة أن المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين حتى الآن. عبد العالم دحلان من محافظة الجوف، قناة اليمن اليوم. معنا عبر الهاتف عميد ركن عبد مجالي المتحدث باسم القوات الحكومية. مرحبا بك سيادة العميد، ما مستجدات المواجهات في جبهات مأرب والجوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أختي العزيزة، شكرا أيضا للطاقم الإعلام في قناة اليمن اليوم وللمشاهدين الكرام. الانتصارات المتوالية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققوا انتصارات في مختلف الجبهات القتالية، وبالخاص في جبهات محافظة مأرب، سواء جبهة الترواح والكسارة وهيلان والمسجح والمخدرة والجدعان وقبل مراد والعبدية، هناك تحقيق انتصارات وسيطرة على مواقع هامة وحاكمة، وقع طرق الإمداد وصد الميليشيات الحوثية الإنقلابية. أيضا تم هناك تنفيذ عمليات هجومية وخاصة في جبهة الكسارة وأيضا المسجح، وتم استهداف مجموعات عدائية من عناصر الميليشيات الحوثية. المدفعية أيضا كانت لها ضربات مركزة وأيضا دمرت عدد من المعدات والآليات. الطيران القاتل له دور متميز للضربات الجوية الناجحة في استهداف أرتال وأطقم وعربات الميليشيات الحوثية. الدفاعات الجوية أختي العزيزة أيضا دمرت طائرتين وسيارتين في محافظة مأرب كانت تستهدف أيضا المدنيين. في محافظة صعدة أيضا الجيش الوطني صد تلك الهجمات والسلات الحوثية، وخاصة في مديرية الصفراء منطقة جبال بليسة وادي عار، وكبدت الميليشيات الخسائر الكبيرة. في الجوفة أيضا هناك انتصارات وتقدمات على الأرض، وبالأخص في جبهة الخنجر في تلك الهجمات المضادة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وسط كل التسللات الحوثية، وخاصة في منطقة خليفة الزهور امتدادا إلى خليفة أبراق العرب. تمكنت القوات أيضا من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. في الطيران المقاتل أيضا كان له دور في فك أوكار وتعزيزات عربات وأطقم الميليشيات الحوثية. في محافظة الحديدة أختي العزيزة أيضا حبطت كل محاولات الميليشيات الانقلابية الحوثية، وأيضا تم التخلص من تسللات الميليشيات الانقلابية الحوثية. وفي جبهة البرح أيضا استهدفت المدفعية أيضا بضربات محكمة مواقع الميليشيات الانقلابية الحوثية ووقعت العشرات من القتلى والجرحى في الميليشيات. بما تفسر الخلافات القائمة بين رجال القبائل والميليشيات في الجوف، وكيف يمكن للقوات الحكومية والقبائل الاستفادة منها في الخلاص من ميليشيا الكهنوت في المحافظة؟ أعيد السؤال. ما كيف يمكن أو تفسر الخلافات القائمة بين رجال القبائل والميليشيات في الجوف؟ كيف يمكن للقبائل للقوات الحكومية والقبائل الاستفادة منها في الخلاص من ميليشيا الحوثي في المحافظة؟ صحيح، هذا سؤال وجيه هام. المواطنين اليوم ومختلف القبائل في
ليس في محافظة الجوفة حاسب بل في كل مناطق سيطرة الميليشيا الانقلاب الحوثية. اليوم عن بكرة أبيهم يرفضون أعمال وجرائم وإرهاب الميليشيات الانقلابية الحوثية. نستطيع أن نجمل القول أن شعبنا اليمني اليوم شبع عن الطوق ورفض كل تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية وبالأخص في محافظة الجوفة، لأن في محافظة الجوفة فعلا هناك تذمر كبير من رجال القبائل في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلاب الحوثية، وهذا يشكل دفعة قوية للتحرير من داخل مدينة الحزم وطرد تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية التي استبدت المواطنين ونهبت ممتلكاتهم ومخدراتهم. نعم. وقامت أيضا بالقتل والخطف المنهج اليومي ضد تلك القبائل في تلك الأماكن، وهي هذه القبائل اليوم فعلا ستكون لها مردود كبير في الالتحام مع القبائل. نعم. في مناطق الشرعية وكذلك مع الجيش الوطني لاستيصال شافة الميليشيات الحوثية. نعم، شكرا لك سيادة العميد ركن عبد مجالي المتحدث باسم القوات الحكومية. في شبوة لقى مسلحون مصرعهم وجرح آخرون بضربة جوية لطائرة بدون طيار، وذكر مراسلنا أن طائرة درينز استهدفت سيارة تقل مجموعة مسلحة يعتقد انتماءها لتنظيم القاعدة شرق مدينة عتق. مركز المحافظة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. زيارة معلنة لكنها بعيدة عن عدسات وسائل الإعلام ولم يظهر إلى الساعة نتائجها المرجوة، والذي كان جريفيث قد وعد مجلس الأمن بأنها ستصب في صالح تسليم نسخة شبه نهائية لخارطة السلام التي يعكف عليها منذ أكثر من عام ونصف. نجاح محسوب لجريفيث الذي استطاع اختراق سور الحديد الذي فرض بمنعه زيارة العاصمة اليمنية صنعاء. عام وأكثر من العام ووساطة هي من جعلت المبعوث يصل حاملا إلى الحوثيين خطة قال عنها أمام مجلس الأمن أنها شبه نهائية لإحلال السلام في اليمن، سلمها للميليشيات ولم تعلن الشرعية إلى اليوم عن تسلمها نسخة مشابهة، ما يعني أن فرضيات الخطة النهائية لإنهاء الحرب في اليمن غير موجودة من الأساس، وأن مهمة نقل الرسائل الخاصة هي سيدة الموقف خصوصا، وقد تم الإعلان حوثيا عن لقاء جريفيث بعبد الملك الحوثي أثناء هذه الزيارة. زيارة جريفيث الأخيرة إلى صنعاء بعيدة عن عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام ولم يظهر إلى الساعة ببيان يشرح حيثياتها، في حين أن مصادر صحافية تقول أن جريفيث عازم على جمع أطراف الصراع في اليمن إلكترونيا عبر الزوم في غرفة مغلقة، الأمر الذي يحلحل عددا من العقد التي تعرض لها المبعوث الأممي إذا ما نجحت هذه المهمة. لقاء من المفترض أن يأتي في مناخ موات لأي تحركات سياسية، لكن الواقع يقول عكس ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف شمالي شرقي اليمن الذي يدافع الحوثي فيها على مدينة الحزم، وقد نقل جزءا كبيرا من قواته إليها بعد خسائره في مأرب، وتنامي المواقف الدولية الرافضة لتقدم الحوثيين صوب مأرب لأكثر من عام. وفي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن محاولة جمع الأطراف اليمنية عبر طاولة إلكترونية، واشنطن عبر خارجيتها تقول أن الحوثيين يواصلون هجومهم مع عواقب إنسانية مدمرة بدلا من اختيار السلام، وبين الرؤيتين يرى محللون أن هناك فصلا للحل السياسي غير واضح المعالم عن الحال الإنساني الذي تتولى واشنطن فرضه على قاعدة المبادرة السعودية. أعلن المبعوث الأممي مارتن جريفيث بأن له زيارة أخرى للعاصمة اليمنية صنعاء وأن تسليمه لمهامه لن تكون في الوقت القريب، وجدد في مؤتمر صحفي دعوته جميع الأطراف إلى بناء الثقة من جديد لما فيه صالح عقد مشاورات جديدة تصب في صالح السلام. ولم يوضح خلال المؤتمر الصحفي قبل مغادرته صنعاء عن نتائج زيارته التي أتت بعد عام من الانقطاع والمنع الحوثي له من الوصول، وإشار إلى أن جريفيث كان قد عين قبل أيام منسقا للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة خلفا للبريطاني مارك لوكوك. إلى ذلك، طالبت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف اليمنية للإنجاز الشامل لملف المختطفين، واستنكرت الأمهات في وقفة احتجاجية لهن أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء خذلان الأطراف اليمنية لمعاناة 624 مختطفا ومخفيا قسرا بينهم 4 سيدات لدى جماعة الحوثي و25 معتقلة لدى الحكومة الشرعية. وفي بيان الوقفة طالبت أمهات المختطفين بالإفراج الفوري
عن جميع النساء المختطفات والمدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا لدى جميع الأطراف دون قيد وشرط. ورفعت الأمهات في وقفتهن الاحتجاجية المتزامنة مع زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لافتات وشعارات تستنكر إطالة أمد اختطاف أبنائهن الذي يزيد من معاناتهن بل من معاناتهم ومعاناة ذويهم. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إقبال كبير للحصول على لقاح كورونا في تعز، ومركز العزل في الخوخة يقدم خدماته للمواطنين. عودة الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن. هناك المعارك تدور بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية. فيا حرب كوني سلاما على هؤلاء وقد تقطعت بهم سبل الحياة. هكذا هي أعمال الميليشيات الإجرامية الكهروتية الإرهابية، تدمير منازل المواطنين على مدار الساعة في كل مدرسة وموقع. سيتم قطع طريق الإمدادات عن الميليشيات الحوثية. من أوتهامة تنديدا بالمجازر الحوثية التي ترتكب ضد المدنيين كل يوم. محاولة يائسة للتقدم إلى مدينة حيس، لكن القوات المشتركة تصدوا لهم. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع. عبد الوهاب نمران من خطوط التماس بمدينة الحديدة. فؤاد المجيدي لقناة اليمن اليوم. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة مأرب. ديرية الخوخة شرف الشمري من جبهة حيس، حسام بكري. عواد الوهباني اليمن اليوم، تعز. دليل يوسف اليمن اليوم، مطار عدن الدولي. عبد الهادي فرحات قناة اليمن اليوم، غزة. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس التاجي في 5 محافظات، وأوضحت في حسابها على تويتر أن إصابتين سجلتا في حضرموت وواحدة في كل من عدن والمهرة والشبوة ومأرب التي سجلت فيها حالة وفاة واحدة، وأضافت أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء، 13 منها في لحج و10 في تعز و5 في مأرب، وبذلك ارتفع أجمل الحالات المؤكدة إلى 6737، منها 1320 وفاة و3427 حالة تعافٍ. إلى ذلك، ناقش اجتماع مشترك بين وزارة الصحة العامة والسكان ومدير مشروع كوفاكس وممثلي من منظمة اليونيسف النتائج الإيجابية التي حققتها حملة التحصين ضد فيروس كورونا وآليات استمرارها خلال الفترة المقبلة والتحديات التي تواجه الحملة سواء من جانب أو في جانب التحصين أو التوعية الصحية في بعض المحافظات وسبل معالجتها. وأقر المجتمعون عقد اجتماع موسع مع جميع اللجان العاملة في الحملة ومدراء عموم الصحة في المحافظات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تلك التحديات ومعالجتها والترتيبات والاستعدادات اللازمة للجولة الثانية من الحملة. شهدت محافظة تعز إقبالا جماهيريا كبيرا للحصول على لقاح كورونا، وذلك تلبية للحملة الوقائية الثانية التي أطلقتها وزارة الصحة للوقاية من الفيروس التاجي الذي تفشى خلال الفترة الأخيرة في اليمن وأودى بحياة أكثر من 1300 شخص. تلبية للحملة الوقائية الثانية التي أطلقتها وزارة الصحة، ارتفعت وتيرة إقبال المواطنين على لقاح كورونا في محافظة تعز، حيث وصل عدد المتلقين للقاح في المستشفى الجمهوري وحده إلى أكثر من 1000 شخص خلال 4 أيام فقط، وهو رقم يتجاوز نصف عدد المطعمين بالمدينة خلال شهر كامل في الحملة الأولى. استأنفنا الحملة في 21/5 الوافدين من مناطق شرعية وغير شرعية مستمرون وبكثرة، يكاد اللقاح ينفذ من مدينة تعز. إن شاء الله تكون هناك جرعة قادمة، الجرعة الثانية قريبة جدا، وإن شاء الله تعم البلاد كاملة ويكون هناك يعني استجابة من جميع المستفيدين للتطعيم. ولتسهيل عملية الحصول على اللقاح، وزع مكتب الصحة بتعز 40 فريقا على مراكز صحية ثابتة، بالإضافة إلى 46 فريقا متنقل في مديريات المحافظة، الأمر الذي أسهم في إنجاح هذه الحملة بشكل ملحوظ، إلا أن معضلة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية باتت واضحة للعيان من خلال هذه الطوابير والازدحام الملحوظ للمواطنين. العدد طبعا قد تجاوز 1200 شخص خلال 4 أيام،
الترتيب طبعا في مستشفى الجمهوريه يعتبر افضل مركز تلقيح في محافظه تعز، والسبب الترتيب والنظام وتيسير الاعمال. وبحسب المصادر الرسميه فقد بلغ عدد متلقي اللقاح في اليمن بشكل عام اكثر من 87 الف شخص بنسبه وصلت الى 28% من المستهدفين، وذلك خلال الحمله التي انطلقت لاستهداف ثلاث فئات تشمل العاملين الصحيين وكبار السن وذوي الامراض المزمنه في مرحلتها الاولى. الاقبالية شديده لانهم ما بين محافظه تعز وما بين المحافظات الاخرى، الإقبال شديد في مستشفى الجمهوري. نحن في اليوم الرابع على التوالي من لقاح من حملة كورونا. كلمتي للمواطن أن يقوم بتعرض اللقاح، يعني لتسوية اللقاح، وهذا أمر يعني صحيح للمواطن. وسجلت السلطات الصحية في مدينة تعز منذ انتشار فيروس كورونا في إبريل من العام 2020 وحتى منتصف الشهر الجاري 1432 حالة إصابة و540 حالة وفاة وفق الإحصائيات الرسمية لمكتب الصحة، وقد دفعت المدينة ثمنا كبيرا مع تفشي جائحة كورونا لافتقارها للقدرات الصحية الكافية في مواجهة الوباء. معنا عبر الهاتف دكتور أحمد منصور المتحدث باسم لجنة مواجهة كورونا في تعز، مرحبا بك دكتور. بداية، ما مستجدات الإصابة بفيروس كورونا؟ أهلا وسهلا أختي الكريمة. نعم، الوباء ما زال في محافظة تعز، هناك انخفاض ملحوظ في عدد الحالات. أول أمس سجلنا صفر حالة في المحافظة. أمس كانت عدد الحالات أربع حالات إيجابية، اليوم حالتين. الحالات تتأرجح بين انعدام الحالات وظهور قليل من الحالات في المحافظة، معناها أن وتيرة الوباء في المحافظة وفي اليمن بشكل عام بدأ تخف وتيرة الوباء في محافظة تعز بشكل خاص. نعم، كيف لمست حالة الإقبال الجماهيري على تلقي اللقاح للتحصين من الإصابة بالفيروس التاجي؟ فعلا هناك نظرة عامة على الناس الآخرين للتطعيم في محافظة تعز بشكل إيجابي. في السابق في المرحلة الأولى كان هناك إقبال ضعيف في محافظة تعز، وكانت تعد محافظة تعز من المحافظات التي لا تشهد نشاطا في إقبالها على تلقي التطعيم في المراكز المعتمدة في المحافظة. الآن بدأ الإقبال يتزايد، ووصلت تعز إلى المرحلة إلى المحافظات الأولى في تلقي الجرعات. نعم. بلغت عدد الناس المحصلين تقريبا وصل إلى 40,000 متلقي للتطعيم في المحافظة. هذا الإقبال الكبير على التطعيم حيحد من انتشار الوباء في المحافظة. نعم. ويعد نظرة إيجابية للمواطنين وللناس القادمين من عدة محافظات لتلقي هذه التطعيمات. نعم، وما مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من الوباء؟ هذه مشكلة في المراكز التزمت، وخاصة في المستشفى الجمهوري وفي المستشفى العسكري وكثير من المراكز. هناك التزام ملحوظ من الناس في الوقوف في الطوابير في ارتداء الكمامات، إلا أن كثير من المراكز وخاصة الناس المسافرين الذين يتزاحمون على مراكز التحصين لحصولهم على جرعات من التحصين هذا لتتيح لهم الفرصة بالسفر، هؤلاء الناس أقل التزاما. نعم. بعمل الإجراءات الاحترازية الأساسية. نعم، كان معنا عبر الهاتف دكتور أحمد منصور المتحدث باسم لجنة مواجهة كورونا في تعز، شكرا لك. وفي الحديدة خدمة جليلة يقدمها مركز العزل في الخوخة وسط إقبال كبير من قبل المواطنين في إطار تنامي الوعي بأهمية مواجهة الوباء واتباع الإجراءات الاحترازية. مع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، يعيش المواطنون في مديرية الخوخة الساحلية كغيرها من مناطق الجمهورية حالة من الخوف والهلع، خاصة أن الأرقام المعلنة المصابة بكوفيد 19 بلغت أكثر من 171 مليون حول العالم. مركز العزل الصحي في مديرية الخوخة، والذي جرى تنفيذه في المديرية بدعم من قيادة المقاومة الوطنية التي تبذل جهودا جبارة في الساحل الغربي لتطبيع الحياة
وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كان حاضرا في مواجهة هذا الوباء من خلال ما يقدمه الجيش الأبيض من خدمات إنسانية جليلة للتخفيف من انتشار الفيروس التاجي. استقبلنا جميع الحالات الشديدة والمتوسطة والخفيفة، حالات صعبة جدا التعامل معها، وطبعا استقبلنا حالات كثيرة في مركز العزل ورقدنا حالات كثيرة، وما زال اليوم لدينا حالتين رقود، واحدة على التنفس الصناعي في العناية المركزة، والحالة الثانية رقود أدمنشن، رقود عادي. أكثر من 80 حالة إصابة بفيروس كورونا تتلقى الرعاية الطبية في هذا المركز المجهز بأحدث تجهيزات العزل، خصوصا أن المركز سبق أن أطلق نداء لقيادة المقاومة الوطنية لمده بأنابيب أكسجين، وسرعان ما تم تلبية الطلب عبر الخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية وتسليم أكثر من 50 أسطوانة لتغطية حاجة المركز بما يكفي من الأكسجين. صح أن كنا نلاقي صعوبات من المواطنين، كون المواطنين يعني متخوفين من حاجة اسمه وباء كورونا أو مرض كورونا، متخوفين منه تماما ولا يعترف، حتى إذا أصيب بمرض كورونا ما يعترفش بأنه مصاب في هذا المرض. فكان يعني ما يجي عندنا مركز العزل إلا هو في حالات صعبة، يعني في المراحل الأخيرة. تبقى الجهود الإنسانية المقدمة من المقاومة الوطنية لأبناء الخوخة كغيرها من المناطق المحررة في الساحل الغربي دليلا واضحا على أن اليد التي حررت الأرض من الداء الخبيث المتمثل في ميليشيا الحوثي قادرة على حماية أهلها من فيروس كورونا والتخفيف عليهم من الأعباء التي يكابدونها، توفير الاحتياجات الأساسية لهم وفق الممكن والمتاح. وعالميا يتجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي حاجز 171 مليونا في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول إلى تشديد الإجراءات. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 وصل إلى 171 مليونا و115 ألف شخص، فيما تجاوزت الوفيات 3,558 ألفا، ووصل عدد ما تم شفائهم من المرض إلى أكثر من 153 مليونا و 235 ألف شخص. قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية حسام حسني إن هناك تغييرا جذريا على البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا لا علاقة له بالفطر الأسود. وأضاف حسني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة الاثنين بشأن مستجدات كورونا في مصر وطرق تشخيص الفطر الأسود أن مصر لا يوجد بها حالات كثيرة مصابة بمرض الفطر الأسود، ولكن هناك حالات لا تتعدى أصابع اليد مشتبها بها. وعن أعراض مرض الفطر الأسود أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنها تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان، وأكد أن المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات والتي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بالفطريات المخاطية. أعلنت الجزائر تخفيف كلفة الحجر الصحي الإجباري في الفنادق وجعله مجانيا لبعض الفئات من مواطنيها المقيمين في الخارج الذين تقطعت السبل ببعضهم بسبب وباء كوفيد 19، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. يأتي القرار إثر احتجاج مغتربين جزائريين منذ أيام ضد الشروط الصارمة المفروضة على العائدين إلى الجزائر اعتبارا من 1 يونيو. وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي، كما قرر تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة 20% للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن. وفق بيان مجلس الوزراء وحددت كلفة الحجر الصحي الجديدة ب 41 ألف دينار جزائري أي 250 يورو. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حرائق محطات السوق السوداء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تضاعف من مخاوف المواطنين.
في ملفنا الاقتصادي، انتشار محطات السوق السوداء في مناطق الميليشيا الحوثية والتي يشب الحريق فيها ما يزيد من مخاوف المواطنين، وأسعار الخضروات تستقر بعد ارتفاع كبير شهدته الأسواق المحلية. تنتشر نقاط السوق السوداء التي تتبع قيادات حوثية في جميع شوارع العاصمة صنعاء ووسط الأحياء السكنية والتجمعات السكنية لبيع وتسويق المشقات النفطية، في الوقت الذي تفتعل فيه الميليشيا الأزمات في الوقود وتضاعف معاناة المواطنين، في حين تعرض تلك الأسواق حياة اليمنيين للخطر، حيث شب حريق هائل في محطة سوق سوداء المشقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وقال شهود عيان إن حريقا اندلع في محطة المشتقات النفطية في شارع 30 المتفرع من شارع 60 الشمالي. المحطة يملكها عبد الله يحيى المدني، وهو أحد مشرفي الحوثيين وينحدر من محافظة صعدة. ويأتي هذا الحريق بعد أكثر من أسبوع من حريق مماثل شب في مول برافو سنتر بحي شميلة وحرائق أخرى في السوق السوداء، في ظل خسائر كبيرة لحقت بالمحلات المجاورة والسيارات المتواجدة بالقرب من أماكن الحرائق. شهدت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليمنية استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 300 ريال وسعر كيلو البطاطس 500 ريال، فيما سجل سعر كيلو البصل 350 ريال وكيلو الليمون سجل 1000 ريال، كما سجل سعر كيلو البسباس 1000 ريال. وعن أسعار الفواكه، فشهد سعر كيلو الموز في أسواق عدن 400 ريال والباباي 300 ريال، أما الحبحب فسجل 300 ريال وزن كيلو، كما سجل سعر كيلو الشمام 350 ريال. تهاوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بالتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي التركي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة. وهبطت العملة وهي الأسوأ أداة في الأسواق الناشئة هذا العام لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر. وتأثرت الليرة التركية بذقوط تحسن العائد على سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف بشأن عدم استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لاحتواء المخاطر التضخمية المتزايدة. وأصبحت الليرة التركية أكثر عملات الاقتصاد الصاعدة تراجعا خلال هذه الفترة، وهو ما يمكن أن ينعكس على مزيد من ارتفاع أسعار السلع في تركيا. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الخام في النصف الثاني من العام الجاري وقبل اجتماع أوبك. ومن المقرر أن تقيم مجموعة أوبك على هامش الاجتماع ما إذا كان المنتجون سيتعين عليهم تعديل مستويات الإنتاج الفترة المقبلة أم لا. ويتوقع المحللون لدى شركة الخدمات المالية ANZ تجاوز الطلب مستويات المعروض بنحو 650 ألف برميل يوميا في الربع الثالث، وبمقدار 590 ألف برميل يوميا في الربع الرابع. الفن لغة الشعوب على مر العصور، وإبداع يحاكي الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا ما جسده الفنان التشكيلي مهدي عبد الله في إبداعاته الفنية التي شكلتها أنامله المبدعة فأكسبته شهرة واسعة رغم قلة الإمكانيات وتجاهل الجهات المعنية. في منطقة باتيس بمحافظة أبيان ولد الفنان الشاب مهدي عبد الله، وولدت معه موهبته الفنية الإبداعية التي يرى الأشياء فيها بعين الإبداع كرؤية مختلفة عن بقية الناس. بدأت هذه المهنة تقريبا حدود في 2001، وحبيت هذه المهنة ولحد الآن وأنا أزاولها، والمشروع من هذه المهنة أوصل رسالة للعالم كامل واليمنيين كامل. أريد يكون نظام حياتنا محدود في مجال الفن التشكيلي وفي مجال الفن الزراعي، تشجير في طرقات، في مدارس، في مستشفيات، يكون نمط اليمن زي نمط أي دولة خليجية، نظامها ومعيشتها.
الشاب مهدي مادته الخامة في صنع أعماله مجرد مخلفات يقوم بتحويلها عبر يده المبدعة إلى أشكال ومجسمات فنية ذات لمسات جمالية رائعة تحمل أفكار خيالية وبعض من مكونات البيئة الطبيعية لتحظى أعماله بالإعجاب والشهرة الواسعة في المجتمع المحلي بأبيان. البيت الأبياني عملت يعني بيت أبياني يمثل عن التراث الأبياني القديم اللي هو اسمه المهند. إيش مكونات المهند؟ حلو، مكونات المهند عن الطبيعة وعن الفن التشكيلي اللي عملناه الآن من القش، هو القش معروف، شجرة الخسع والعيدان الأثل والإسفنجة وعيدان الأثل، يعني عملناها على شكل شجرة من العيدان الأثل، قصقصنا الإسفنجة عملناها في الجذوع حق الشجرة الأقصان عشان يدل أن هذا أقصان، وغمنا القش طبعا الخسع عملناه على شكل داير، عملناه على شكل بيت، وعملناه على شكل الله يعزكم حمام، وعلى شكل إيش مصعد ومكوناته والصابل والسلم كلها من الأشجار الطبيعية. والطين معروف، الطين اللي هو في الدارقة اللي قلها خلب أو طين أو تربة، أقوم بالتربة بتشكيل سيارة أو تفاحة أو ثعبان أو طيارة أو هيليكوبتر. طبعا مهدي عبد الله فنان تشكيلي مغمور، ما حصلش الجهة الداعمة التي تدعمه وتحتويه، وهذا الشخصية هذا الموهبة موهبة جميلة ورائعة جدا جدا جدا، يستطيع التعامل مع الطين والقش بأسلوب جميل وفنان، ولكن للأسف الشديد يعني مثل ما قلت أنا مغمور، ليس هناك أي جهة تدعمه أو تحتويه. يمتلك الفنان المبدع إلى جانب موهبة الفن التشكيلي موهبة أخرى تتمثل في التصميم والتشكيل الزراعي، حيث يبدع في تصميم الحدائق والمنتزهات بإضافات إبداعية تحمل هويته وذائقته الفنية المتميزة. أنا أمتلك مهنتين سبحان الله، في فن التشجير الزراعة وفي فن التشكيلي. قمت تشجير مع الأستاذة هدى اليافعي في مؤسسة أنهض حديقة على مواصفات في دراهين أطفال، وقمت في تشجير في مديرية الحبيلين أول بيت اللي اشتغلته الله يرحمه بيت نجيب قاسم مدير الكهرباء في منطقة الرهيب. موهبة إبداعية يتميز بها الشاب عبد الله تغهر المستحيل، وتؤكد أن بإمكان الشباب الإبداع والتميز وإيجاد مشروعات صغيرة تصبح مع مرور الأيام مشاريع ناجحة يشار إليها بالبنان، بالضبط كما هو حال عبد الله مع المخلفات التي يحولها بحسه الإبداعي إلى تحف ومجسمات بأشكال أنيقة. يبدأ منتخب الشباب مطلع يونيو معسكرا داخليا في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة استعدادا لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب للشباب في مصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 من يوليو. وأعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الشباب وجهازه الفني، حيث تم تعيين خالد عبد الله بيزع مديرا فنيا، ومحمد النفيعي مدربا، وشهيم النوبي مدربا مساعدا، وخالد عاتق مدربا لحراس المرمى. ويلعب منتخب اليمن ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه تونس والسعودية، ومنتخب رابع يحدد لاحقا. حصلت اليمن اليوم على أسماء عشرة المحاميين الذين تعرضوا لأبشع العقوبات في معتقلات ميليشيا الحوثي نتيجة مواقفهم الرافضة للأساليب الحوثية في الاختطاف والاعتقال ورفضهم للظلم والقهر الحوثي المتواصل بحق المناوئين للميليشيات. We'll be right back.
في نهاية النشرة إلى العناوين. القوات المشتركة تدك مواقع ميليشيا الحوثي ردا على استهداف منازل ومزارع المواطنين. مسرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات في جبهات الكسارة والمشجح والخنجر. نتائج غير معلنة لزيارة المبعوث الأممي ومطالبة بالضغط لإنجاز ملف المختطفين كاملا. في أمان الله.